تعال اخدك على طقس عمره 1000 سنة. نبي لا تحطوا لي شويه صور بقى كده على الشاشه الحلوه بتاعتنا دي. 1000 سنة، نفسي اعرف الناس دي يا جماعه بتحافظ على هذه الطقوس والعادات والتقاليد ل1000 سنة ازاي. حفل تتويج الملك تشارلز الثالث رسميا ملكا للمملكه المتحده. بص، التاج، العباءه الملكيه، كرسي العرش، الزي بالكامل، التقاليد بكل سنتيمتر. اوعى تفتكر، اوعى تفتكر ان في سنتيمتر، انا بتكلم بامانه وبدقه شديده واعني ما اعنيه، يعني مفيش سنتيمتر مش محسوب. مفيش سنتيمتر مش محسوب. كل حاجه معمول حسابها في اي حاجه، سواء اذا كان في 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 ويست مينستر، في كنيسه ويست مينستر تحديدا في لندن، او في الشوارع، التحركات بتاعه المواكب، الحرس اللي بيبقى موجود، المواكب الشرفيه، العائله المالكه. سيبك بس بقى من العائله المالكه وترتيبها وتراتبيتها حسب الالقاب داخل العائله، لكن كمان لازم تشوف الناس في انجلترا، الناس في والناس في لندن بالاخص وفي المملكه بشكل عام، وازاي بيتابعوا هذه التقاليد وهذه الطقوس المتجذره داخل هذا البلد دون اي تغيير 1000 سنة. بالمناسبه كل اللي انت شايفه ده من غير ما نسمي اصلي، اللي بيلمع اصلي ما فيهاش هزار، تحت انظار حوالي 100 من رؤساء الدول وكبار الشخصيات العامة، ومن بينهم رئيس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. حاجة يعني كله بيشوف وكله شاف بقى كبير أساقفة كانتربري أو سانت كانتربري وهو بيحط التاج. يا خبر أبيض، ده تاج معمول من 360 سنة. أنت متخيل؟ شايف المراسم، شايف الترتيبات. في بقى مراسم على نطاق، ايوه المزيكا يا نديم، صح سمعني. And faith and truth I will bear unto you our sovereign lord defender of the faith and unto your heirs and successors according to law. So help me God. I William Prince of Wales pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your liege man of life and limb. So help me God. وده طبعا ده تاج الزوجة الملكة كاميلا. خدت بالك كمان من رئيس الأساقفة وهو بيتكلم مع الملك تشارلز على إنه May thy servant Camilla who wears this crown be filled by thine abundant grace and with all princely virtues. Reign in her heart, O King of love. أنا سكت طبعا عشان حضراتكم تسمعوا، ودي الموسيقى. خدت بص طبعا ده الصوره هنا بقى واضح ان في درون او حاجه موجود فوق ثابت علشان بيصور المشهد من الاعلى. رئيس الاساقفه هو بيتكلم معاه على انه طقوس الاسلاف والتي يسلمها فيما بعد ذلك الى الورثه. مفيش خطوة مش محسوبة يا جماعة، لازم تشوف المتابعات عاملة ازاي بتاعت كافة الحضور. خروجا بقى من باب الكنيسة، وركز في المشهد كده وهتشوف الحاضرين من كافة الأشكال والألوان والأطياف، ممثلين عن دولهم وحكوماتهم وشعوبهم
وممثلين عن كافة ألوان المجتمع البريطاني. وبالمناسبة المجتمع البريطاني مجتمع أصلا متنوع جدا يعني. عربية يعني أحلى من عربية سندريلا، فاكرين العربية البامكن؟ حاجة مذهلة بصراحة، عربية مذهب. بص النظام، بص اللبس، بص الأردية بتاعت كل الحاضرين طبعا، كاملة والأحفاد والأمراء. وبعدين دي بيبقى لها تقاليد ما بين العائلة وما بين رجال البلاط وما بين الحكومة. الموكب بقى هو بيتحرك جوه العربية دي، يا نهار عربية، ايه ده؟ بص الالتزام، بص الوقفة، مفيش حد بيتحرك بره النطاق المحدد ليه. خلي بالك ان هذا الموكب وهو يتحرك مفيش حد في المجتمع البريطاني بيقول هم موقفين الشوارع ليه، مفيش الكلام ده. الناس دي تعي جيدا أهمية الكرسي الملكي والعائلة الملكية بالنسبة لبريطانيا. ده هنا بتتكلم على جزء من تراث وثقافة وتاريخ المملكة المتحدة، ده هنا بتتكلم على ملكية دستورية زي ما الكتاب بيقول، برلمان شديد القوة بل هو شديد البأس. وبالمناسبة هي يعني ما فيش حاجة اسمها انه الملك لا يتدخل في الحكم او الملكة اليزابيث الله يرحمها لا تتدخل في الحكم، مش حاجة اسمها كده. هو ليهم مساحات للتدخل في الحكم سواء اذا كانت في السياسة او في الاقتصاد، علشان بس تبقى فاهم. بريطانيا ما فيهاش دستور بالمفهوم اللي احنا نعرفه عن الدساتير، لكن هي فيها مجموعة من الاعراف والتقاليد الحاكمة الملزمة بيتم العمل بها، طبعا فضلا عن القوانين. هذه التقاليد والأعراف الحاكمة والملزمة تمكن من يجلس على عرش الملك، عرش المملكة المتحدة، من التدخل في قرارات شديدة الأهمية والمحورية والحساسية سواء إذا كان في العمل السياسي أو العمل الاقتصادي المتعلق بالمملكة المتحدة. ده برضو علشان تبقى عارف، ناس كتير كانت بتتكلم على، وحتى هناك في بريطانيا بالمناسبة قال لك يا جماعة التكلفة وتقترب مش عارف من 100 مليون ولا كلام من ده، والعالم يمر بأزمة وبريطانيا تمر بأزمة. على طول كانت المسألة شديدة الوضوح، يا سادة كرام انت مش متخيل هذا البث جاب فلوس قد ايه. يعني اعطاء الحقوق بتاعة البث لقناة او منصات او يتسجل او يستخدم فيما بعد ذلك في مثلا شركات عايزة بشركات انتاج يعني عايزة تستخدمه مثلا فيما بعد ذلك في اشكال وثائقية مختلفة، افلام مسلسلات الخ الخ الخ، كل حاجة هناك بفلوس. مفيش بقى وليه بفلوس، هذا موكب الشعب البريطاني من حقه ببلاش، مفيش حاجة اسمها هناك ببلاش، عشان بس تبقى فاهم. يعني بريطانيا ما فيهاش حاجة ببلاش، العالم ما فيهوش حاجة ببلاش عموما يعني. فهذه التكلفة تقريبا تدر عائدات اللي هي 100 مليون إياهم اللي اتكلموا عليهم بعض المواطنين البريطانيين وتظاهروا لأنه لا يا جماعة وما فيش داعي لمظاهر البزخ. كان الرد على طول واضح، يا جماعة العائدات قد تقترب من 400 مليون، ادي المظاهرات اللي بتقول يا جماعة لا والبريطانيا والمملكة المتحدة أولى بهذه الأموال وأنه كان لا داعي للبزخ وكل الكلام ده وأنه ده من أموال دافعي الضرائب وكل الكلام الحلو ده، كلام جميل ما أقدرش أقول حاجة عنه. الردود كانت شديدة الوضوح، إيه بقى؟ بص ادي المشهد بتاع الموكب، ادي المشهد بتاع المتظاهرين أو المعترضين على هذه الطقوس، طبعا رافعين لفتات يعني شرسة جدا يعني not my king، ليس ملكي حاجة يعني. لكن في النهاية برضو هذا المتظاهر عشان تبقى فاهم، أو الكل دون استثناء، هذه المظاهرة علشان تنزل هي واخدة كم موافقات. فعلى طول كان الرد من الحكومة البريطانية بالمناسبة الحقوق و و و و هيدر على الخزانة 400 مليون، أربع أضعاف اللي اتصرف، شغل وتسويق وحاجة الله ينور.
البريطانيين جن مصور ما بيهزروش.